جدران الدريفل او الهيفي ويت. ليش؟ لان الانتيرنال ديميت مو نفس الشيء اوكي، وبالتالي الكاباسيتي مالته راح تختلف. فلذلك من ابدي احسب بناء على الويل الهول جيومتري، يعني شكل البروفايل مال البير سواء كان كيس هول ولا اوبن هول، وكميه الانابيب اللي موجوده بداخله. هاي كميه الانابيب شنو نوعها؟ دريل كلر لو هيفي ويت لو درون بايب اوكي. هاي كلها راح نشوفها ان شاء الله في هذا السكشن. فعلى سبيل المثال افضل شيء، حتى لان ما عندنا فد ثيوري نشرحها بيهايند، لكن شنو طريقه التطبيق. فلذلك دراسه دا شوف احنا دراسه وين دخلنا اكزامبل، بس دا شوف المشهر هذا طريقه الحسابات اوكي. فش قايلك مطيك هاي الداتا واعرف يعني بهالمحاضره راح نتعلم شلون تقرا هذه الداتا. ايش يقول لك؟ الهول داتا 13.38 انش كيسينج. اذا هذا ده يحكي شنو عن الكيسينج؟ هو قلنا دائما الكيسينج نميزها عن الهول بوجود مثلثات اثنين في نهايتها. هاي المثلثات الاثنين سميناها كيسينج شو، او حذوه البطانه اوكي. زين مطين الاوتر دايمتر ماله تشقد 13.38، والانر دايمتر ماله تشقد 12.415 انش. سؤال، الطين بهالحاله راح يكون تماس مع القطر الخارجي ولا القطر الداخلي؟ طلابي اعزائي فلذات اكبادي، هذا القطر الداخلي. القطر الداخلي، انا جدا اشكرك. شو اسمك انت عزيزي؟ كرار. شكرا كرار. الطين راح يكون تماس مع القطر الداخلي بالضبط. زين المعلومه الثانيه اللي اريد اوصل لها، ايش قايل لي؟ الكيسينج شو ماتي على قد عمق 5000 فوت. اذا انا ثبتت، رسمت هالثاني، رسمت هذا الخطين وخليت مثلث، ورسمت الخط الثاني وخليت مثلث، اثنين طبعا يكون متوازيات. والكيسينج شو مات على قد هذا الطول؟ اذا الطول مات من السيرفيس الحد الكيسينج شو قد 5000. اوكي هذا السؤال، الداتا الاولى اللي رسمتها. زين هذا مطيني الهول جيومتري. الدرول سترينج داتا خيط الحفر ايش قايل لي؟ قل لي عندي 8 انش درول كلر، هذا 8 انش درول كلر بديت من البدايه. طبعا هي الدرول كلر تكون انتاج يعني هنا اكو عندك هنا سبوبه صغيرونه، وبعدين عندك يجي هنا شنو البيت، نقول انه هاي البيت مالتنا، بس هاي البيت ما يعروحها شويه من الحر اوكي. هاي البيت مالتنا الدرول كلر هو شنو وحده من الاوبشن مالت انه يصل الويت اون بيت، انه فائدته انه يحافظ لي على استقامه البي اتش اي، ويحافظ لي انه شنو الويت اون بيت، انه ما يخلي للبيت تلعب تروح يمنى يسرى، انه يسلط الوزن عليها، الوزن يكون يسلطها عليها. بالتالي شوف انه الثيكنس مالته اكبر. ليش؟ حتى الوزن مالته اكبر حتى يسلط لي هذا الوزن المطلوب على البيت، انه يخلي البيت ثابته في مكانها اوكي. فايش قايل لي؟ قايل لي 8 انش الدريل كلر القطر الخارجي، الانترنال ايش قد 2.81، والليث مالته ايش قد 1000 فوت. اذا انا ثبتت انه عندي من اللي هنا ايش قد 1000 فوت، صحيح ولا لا؟ بناء على الداتا اللي مطيناها. بعدين ايش قايل لي؟ قايل لي عندي 5 انش هيفي ويت درول بايب، الانترنال ديميتر ما تشقد 3 انش، الطول ما تشقد 800، انا بديت منا 1000، اذا راح اصعد 800، هاي 1000 هنا اشقد 800. زين
المعلومه الثالثه ايش قايل لي؟ 5 انش درو بايب انترنال دايمتر ما تشقيت 4.276 زين. هنا نسيت انه اذكر لك ايش قايل لي بالهول داتا 12 وربع اوبن هول درو 2 ايش قايل 9000. اذا من السيرفس الحد نهاية ال 12 وربع ايش قد الطول مالتها؟ ايش قد 9000؟ واضح له لا طلاب وياي؟ نعم سر. نعم اوكي 9000 9000 اطرح منها الف ايش قد بقت عندي؟ 8000 8000 اطرح منها 800 ايش قد بقت عندي؟ 7200 7200 هذا تمثل لي يا طول. هسه احنا عرفنا طول الدرول كلر وعرفنا طول الهيفي ويت اوكي، لكن طول الانابيب غير معلوم عندي. فشلون وصلت لطول الانابيب؟ قلت طول الهول الكل اللي انا المفروض انه احفرها اللي هي 9000 ناقص طول الدرول كلر ام الالف ناقص طول الهيفي ويت ام ال 8000 بقى عندي 7200 شي مثل لي طول الدرول بايب. واضح طلاب؟ نعم سابقا واضح. اوكي اذا من يجيك السؤال ان شاء الله في امتحان الميت او الفاينال تبدي هيك تفصص الهول داتا والدرول والدرول سترينج تطلع الابعاد مالتها. بالبدايه ترسم الهول مالتك قايل لك 12 وربع open hole draw الحد ايش قد 9000. اذا الطول الكلي ما تي 9000 قايل لي من هاي 9000 اكو 5000 ايش قد casing. اذا الاوبن هول ماتي هذا ايش قد اتوقع هي كلها 9 والكيزد هول 5 اذا الاوبن هول ماتي ايش قد راح يكون عندي 4000. واضح؟ إذن هي مجرد إنه شنو مجرد طرح أطوال. هسه راح نأخذها بالمثال نفصص عليها واحدة واحدة. First of all إنه لازم شنو نحسب لي الدرول بايب. إيش قايل لي؟ قايل لي أنا طول الهول مثل ما حسبناها طول الهول هو كان كله 9000 الدرول كلر ألف الهيفي ويت 800 إذن 9000 ناقص مقدار هذه الأطوال اللي هنا راح يطلع لي الطول مال الدرول بايب من السيرفيس لحد شنو الهيفي ويت درول بايب اللي هو حسبناه ايش قد صار 7200 زين جيد. هذا نفس الفقره الثابته ويقول لك ايضا حتى تتاكد انه المفروض انه هاي مجموع الاطوال مال الدرول كلر والهيفي ويت وطول الانابيب المفروض يمثل لي طول الهول. اذا اجمعهم ثلاثتين المفروض يعطيني 9000 حتى انه تعرف انه عمليه استخراج الاطوال مالتك صحيحه. زين العفو. يقول لك الخطوه الجايه القادمه انه شنو انه احنا نحسب الكاباسيتي بير فوت فور ايتش درول سترينج كومبوننت سواء كان عندي درول بايب او هيفي ويت او درول كولر. طبعا احنا قلنا بغض النظر عن المسميات drill pipe أو heavy weight أو drill color شنو اللي راح يتغير بيناتهم؟ يتغير بيناتهم فقط الـ internal diameter، لأن لو كلهم كان نفس القطر الداخلي مجرد أنه أستخدم الطول الكلي وأضربهم في الكونستانت أقسمهم على الكونستانت العفو، لكن بما أنه القطر الداخلي متغير إذا راح أحسب إيش قد أحسب على امتداد ثبوت القطر الداخلي. القطر الداخلي ثابت للأنابيب الحد طول 7200. إذا إيش راح أقول؟ راح أقول القطر الداخلي مال الدرول بايب internal diameter مقسوم على هذا المقدار. أوكي؟ طلعت لي إيش قد؟ طلعت لي الكاباسيتي مال من مال الدرول بايب. هاي الكاباسيتي مال الدرول بايب المفروض أضربها بيا طول أنابيب الحفر اللي أنا طلعتها إيش قد؟ 7
و200 اذا حسبت مقدار الطين اللي موجود بانابيب الحفر فقط انابيب الحفر واضحه طلاب ما احس زين استخدم نفس القانون حتى احسبها بالنسبه لمن سوري بس خلينا نحول القلم بوينتر ذس وان هسه انا حسبتها بالنسبه للدرو بايب نوب احسبها بالنسبه للهيفي ويت درو بايب وبعدين احسبها للدرو كولر هذين الاثنين هاتين شنو اللي يميزهن الانترنال دايمتر مختلف واطوالهن مختلفه واطوالهن مختلفه بما انه الانترنال دايمتر مختلف اذا راح احسب الكاباسيتي فور ايتش وان وبعدين اضربها في طول المرافق لكل فقره منهن اعرف مقدار طين الحفر اللي موجود داخل هذه الانابيب زين هسه طبقنا هذا قلنا الانترنال دايمتر مالتنا مال ما انابيب الحفر الدرول بايب اللي هو ايش قد 7.276 انش قسمناها على الكونستانت مالتنا اللي قلنا لازم نحفظها مثل اسامينا 1029.4 طلعت لي مقدار الكاباسيتي بير فوت للمن للدرول بايب اضربها في الطول المرافق للدرول بايب راح تعطيني عدد البراميل طين الحفر اللي موجوده في الدرول بايب داخل الدرول بايب زين نفس الفقره راح اطبقها بالنسبه لمن شنو الهيفي ويت وراح اطبقها بالنسبه لمن شنو للدرول كلر زين الهيفي ويت ايش قايل لي القطر الخارجي مالته 5 انش والقطر اللي مالته 3 انش اذا انترنال دايمتر ديفايدد باي كونستانت طلعت شنو هو الكاباسيتي مالته مال الهيفي ويت وبالنسبه للدرول كلر انترنال دايمتر ديفايدد باي كونستانت طلعت الكاباسيتي مال من مال الدرول كلر زين واحنا دائما قلنا شنو هذا الرقم من تحسبه خلينا ثبت ليش لان اذا لان الطول مالتي اذا كان كل ما يزداد راح نسبه الايرور تزداد في حساب كميه المات وبالتالي يصير عندي حساب الكميه غلط لحد اللي هنا واضحه الامور طيبه نعم سر جيد نعم سر شكرا جزيلا بما انه انا حسبت الكاباسيتي فور ايتش كومبوننت من الدرول سترينج اللي هي الدرول بايب والهيفي ويت والدرول كلر ايش راح اسوي راح اضرب ابدي اضربها في اطوالها كل واحدة بالطول المرافق انا اعرف انه الدرول بايب طولها ايش قد 7200 فوت واضربها في الكاباسيتي مالته الفوت وين الفوت راح يروح اذا يعطيني مقدار البارلز اللي موجوده المن في انابيب الحفر وطبعا هنا شو يقول لك لما طبعا هناك كنا نضرب لما نحسب كاباسيتي البارل بير فوت قلنا ايش قد 5.20 لكن هنا اعطيان الحفر بعد ان ضربت يعني كميه الطين ماكو داعي انه اذكر مثلا 15 يعني هذا الرقم يصير عندي 127.92 واحد أربعة خمسة ما يحتاج فاصلة واحدة هي كلش كافية بالنسبة شنو بالنسبة للبارو هذا تشوفها بالنسبة للفوليوم بالنسبة للكاباسيتي بارو بير فوت أحسب حد 5.20 لكن بالنسبة للفوليوم مال البارو بي بي ال لا فاصلة واحدة زين نفس الفقرة شرح انا طلعت الكاباسيتي مالتي بارل بير فوت للهيفي ويت راح اضربها في الطول المرافق مالته طلع لي الحجم بالنسبه للهيفي ويت وكذلك بالنسبه للدرول كلر اللينث مالتها في الكاباسيتي طلع لي شنو عدد براميل الطين اللي موجوده في الدرول كلر اذا التوتال درول سترينج كاباسيتي الفوليوم راح يصير عندي مال ثلاث سكشنات مقطع الدرول بايب ومقطع الهيفي ويت ومقطع الدرول كلر اذا الفوليوم مال الدرول بايب الهيفي ويت والدرول كلر اجمعهم طلع لي مجموع الطين اللي
وجود هو داخل شنو؟ داخل السترينج، داخل السترينج. لحد هنا الأمور طيبة؟ واضحة؟ واضحة. أوكي. هسه بالنسبة للبايب هو قانون واحد استخدمناه، يعني قصدي بالنسبة للسترينج وطبقناه على شنو؟ different diameter different internal diameter بالنسبة للدرول كلار heavy weight وبالنسبة للدرول بايب. شوية التعقيد يصير وين؟ بالانولار. لما أبدي أحسب الانولار في شي حالة ورا ما أرسم أنا رسم مضبوط الويل بروفايل ماتي أو الهول جيومتري رسم مضبوط، حددت أنا العمق النهائي للحفرة وحددت عمق الكيسينج شو والكيس هولج جيت وهذا الاوبن هولج جيت، هنا بما انه انابيب الحفر عندي متغيره فالانولار فوليوم ايضا راح يكون متغير. ليش؟ لان القطر الخارجي للانبوب اذا كان درو بايب او هيفي ويت او درو كلر راح يكون متغير. اوكي، فبالتالي ايش راح اسوي؟ امشي ويست سترينج. وين القطر ثابت 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 والقطر ثابت هذا اسوي شنو؟ سكشن. امشي ويل درول سترينج من السيرفيس، القطر الخارجي ثابت والقطر الداخلي ثابت، من يبدي يتغير الهول اقول هذا شنو؟ هذا بدايه سكشن جديد. فثبتت السكشن الاول، السكشن الاول اللي هو سماه درول بايب انكيسينج انولس، هذا السكشن سميته سكشن 1. معناته انه شنو؟ الانولار فوليوم مال السكشن 1 يختلف عن الانولار فوليوم مال السكشن 2 اوكي، ويختلف عن الانولار فوليوم مال السكشن 3، وراح نعرف ليش على الرغم من ثبوت انه القطر الدائره الخارجي. لان انا هنا شو اشترطت؟ اشترطت انه القطر الخارجي والقطر الداخلي، يعني قصدي يعني القطر الخارجي مال الحفرة والقطر الخارجي مال الدرول بايب اثنيناتهم يكون ثابتة، راح يعطيني سكشن واحد. أي واحد بيهم يتغير راح يشنو يمثل لي بداية سكشن جديد. فبالتالي أنا قسمت الهول جيومتري ماتي بناء على هذا المبدأ، إنه بديت ويل الدرول بايب، نزليت القطر الخارجي ثابت مال الحفرة والقطر الخارجي ثابت مال الأنبوب، قلتي امشي 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 الى ان شويه صار عندي تغيير بالقطر الخارجي مال الحفره. اذا اقول اوكي ستوب، ذس وان راح يمثل لي الفيرست سكشن. السكند سكشن اللي مشيت به هنا القطر الخارجي مال الحفره ثابت اللي هو هذا، والقطر الخارجي مال الانبوب ثابت حتى من صرت الهيفي ويت. الدرول بايب اذا نرجع للمعلومات مالتنا، سوري يعني انا رجعت الهيفي ويت، القطر الخارجي مالته ايش قد؟ 5 انش. والدرول بايب ايش قد؟ 5 انش. الاختلاف وين فقط؟ في الانترنال. اذا هذا شنو؟ اعتبره سكشن واحد. طلاب واضح وياي؟ نعم سر. القطر الخارجي مال انبوب الحفر 5 انش، والقطر الخارجي مال الهيفي ويت هم 5 انش، ماكو تغيير يعني ما لا صار ريدكشن ولا صار زياده، فبالتالي اعتبر الريدكشن مالتي ثابت. السكشن مالتي ثابت الى ان وصلت المن الى ان وصلت للدرول كولر. ليش صار عندي سكشن بالدرول كولر يختلف عن السكشن اللي قبله؟ لان القطر الخارجي مال الدرول كولر يختلف عن الدرول بايب والهيفي ويت. يعني المبدأ ماتي انه لما يكون القطر الخارجي مال الانبوب ثابت وقطر الحفرة ثابت، اذا هذا هو سكشن. من يبدي يتغير واحد من عندهم اذا هو شنو؟ بداية سكشن جديد. واضح طلاب شلون هسه احنا حولنا السكشنات؟ بدينا بالسكشن الاول والثاني والثالث بناء على شنو؟ هاي المفاهيم البسيطة كلش مهمة بالامتحان. يعني 50% من السؤال اذا رسمك صحيح انت راح تحل صحيح، اذا رسمك خطا راح تحل خطا. وراح احمل لكم ان شاء الله امثله ما سابقه طلاب شو مسوين لاعبين لعب
اذا الامور مو واضحه اسال نفسه قبل لا تجي هاي الاسئله في بالك خلال فتره الامتحان وتبدي تبدع بالاجابات. اذا مو واضحه مو واضحه حتى اعيد لك اشرح لك اياها من جديد. واضح طلاب؟ مرحبك استاذ. تفضل عزيزي. استاذ بالسكشن باللون الاصفر اكو البايب كانه اختلف العرض مال لا عرض القطر الداخلي اختلف. نعم استاذ. فد لحظه انا اطلع لك من وضع البرزنتيشن واكبر لك اياه مانيوالي هيجي الشاشه ما تبعد اذا تشوفها صحيح لو لا. نعم استاذ. استاذ يعني اذا يصير اختلاف بالقطر الداخلي ما اعتبره سكشن جديد؟ لا 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 مو انا قاعد احسب شنو قاعد احسب الانولار والانولار قلنا دائما هو ما بين القطر الخارجي للانبوب او جدران الحفره او الانترنال دايمتر مال الكيسينج. فهسه اذا تلاحظ هنا أنا لحظه هنا أنا اوكي هنا أنا ما اقدر اكتب لكن اوكي اقدر اش اذا تلاحظ نختار ارو this one فورات كبر حجمه سوي لونه احمر حتى الشباب يشوفوه. اوكي شوف هذا هنا للمعلومات ايش قال لي؟ قال لي القطر انا اعرض لك اياها هسه. اوكي قال لي القطر الخارجي مال الانبوب هو نفس القطر الخارجي مال من؟ مال الهيفي ويت 5 انش. هذا 5 انش 5 انش لكن اذا تلاحظ التهشير التسميك يعني صاير سمك اكثر من الداخل مو من الخارج. يعني مثلا شنو مساويين بالقطر الخارجي لكن مختلفين بالقطر الداخلي. هاي بالنسبه لشنو الدرول بايب والهيفي ويت. الدرول كلر داخلي وخارجي مختلف. يعني من حسبنا هسه قبل شوي من حسبنا كميه الطين اللي موجوده بانابيب الحفر هذا انابيب الحفر كلها قلنا شنو هو هي قانون ثابت. ولذلك انا انصحك دائما انه من تبدي تحسب اذا جاك سؤال تحسب كميه الطين اللي موجوده بالبئر تبدي بحساب الطين اللي موجود بالترينك قبل لا تحسب الانالوس. ليش؟ لانه تبدي بجانب صحيح. ليش؟ لان عندي علاقه واحده هي علاقه واحده هاي ثابته الكلهم بغض عن تسميه الانبوب سواء كان درول بايب هيفي ويت ولا كان درول كلار. هو شنو القطر الخارجي القطر الداخلي التربيع رسوم على الكونستانت ماتي. اوكي فاذا كانت القطر الداخلي متساوي كان بها اذا كان مختلف لا احسب مال كل سكشن مال درول مال هيفي ويت مال درول كلار. اوكي الحسابات شويه تتعقد وين لما ابدي احسب بالانولاس. بالانولاس قلنا نفس المبدا نستخدمه انه انا المقطع مالتي ابدي من السطح وامشي ويا القطر الخارجي للانبوب وبنفس الوقت عيني علي من على القطر الخارجي او القطر الداخلي الخارجي او القطر الداخلي الكيسك ثابت وقطر الانبوب ثابت اقول ايه اوكي الامور طيبه لحد ما اشوف وين العفو وين يصير عندي التغيير واحد من عندهم اقول اذا هذا اللي هنا أنا هذا صار عندي سكشن وبدا عندي سكشن. اوكي واضح طلاب يعني استاذ بدا انه اروح اقسم سكشنات على اساس القطر الخارجي للانبوب والقطر الداخلي للكيسينج. هاي في حاله انه كيبل لكن بالاوبن هول اللي الحاله الثانيه هاي عندي انا الاوبن هول القطر الخارجي شبيه ثابت صحيح ولا لا؟ نعم مال الهول اللي هو ايش قد 12 وربع قايل لي لكن شنو اللي يصير عندي التغيير وين يصير عندي؟ بالقطر الخارجي مال الانابيب. يعني هنا أنا اجت انه مثلا حاله المثال انه الدرول بايب والهيفي ويت
اثنينهم نفس القطر الخارجي، لكن درون الكلار القطر الخارجي مالته مختلف. فاذا اللي هنا انا قسمته سويت اعتبرته سكشن جديد، الانولاس مالتي راح يختلف، لان احنا قانون حساب الان شو يقول لك؟ القطر الكبير ناقص القطر الصغير الاصغر من عنده. وبما انه القطر الخارجي مال الهيفي ويت الدرول كلار العفو يختلف عن الهيفي ويت والدرول بايب، فراح يصير عندي سكشن جديد. ليش؟ لان الهول هذا القطر مالته ثابت هذا الهول، وبالتالي هذا القطر الخارجي ناقص القطر الداخلي اللي هو للدرول كلار. واضحه يا استاذ. استاذ واضحه طريقه حساب الانولس استاذ. من احسب الطين داخل الانابيب هم اقسمها سكشنات؟ لا ما تقسم سكشنات، تقسم هي ليش تقسم سكشنات؟ انت قاعد تحسب كاباسيتي، الكاباسيتي مالتك شو تقول؟ الانترنال دايمتر سكوير مقسوم على اليمن على الكونستانت. هاي واضحه استاذ، بس الانترنال دايمتر ما راح يختلف داخل الانابيب؟ لا مو راح يختلف، يختلف داخل الانابيب اكيد راح يختلف. العدد هو سوينا احنا هنا قسمناها، قلنا قسمناها درول بايب وحسبنا الانترنال كاباسيتي. واضحه استاذ، واضحه هاي بهاي بحساب الانولس استاذ. مو انولس، لا لا عزيزي، بس لا تخبط بالامور. انترنال دايمتر، انترنال دايمتر دا احسب كميه الطين اللي موجوده بانابيب الحفر. اخذنا الانترنال دايمتر وقسمناه على اليمن على الكونستانت، طلع لي اياه شنو هو؟ بارفوت، بارل بيرفوت. حتى احسب الطين اللي موجود بالدرول كلر او اللي موجود بالهيفي ويت او موجود بالدرول بايب اضربها بالطول مال كل كومبوننت كل انبوب. واضح. وبالتالي راح يعطيني كميه الطين اللي موجوده بالدرول بايب وكميه الطين اللي موجوده في الهيفي ويت وكميه الطين اللي موجوده وين؟ بالدرول كلر. واضح. واضح. لذلك اذا اشوف الوحدات هنا أنا بارل بيرفوت، بارل بيرفوت لما نحسب الاطوال ايش قال لك هسه؟ الدرول بايب اللي انا طلعت الكاباسيتي مالته هذه اضربها في الطول المرافق مال الانابيب مالتي ايش قال؟ 7200. طلع عندي كميه الطين اللي موجوده في الدرول بايب، وكذلك بالنسبه للهيفي ويت والدرول كولر. واضحه؟ وبالتالي من حسبنا ايش قال لك؟ التوتال درول سترينج كاباسيتي سوت مجموعه مال الثلاث كومبوننت. اي واضح. واضح. بنفس المبدأ هسه هنا قلنا هذا حتى انه شنو انا ليش اقسم واقسم سكشن واحد واثنين وثلاثة حتى لا يصير عندي خطأ في الحسابات، حتى يا قطر راح استخدم. اوكي انا من هيك ابدأ افصص او انه افصل بالويل بروفايل حتى انه احسب الانولار، لان الانولار مثابت، الانولار يتغير بتغير القطر الخارجي للهول وبتغير القطر الداخلي او بين قوسين القطر الخارجي للأنابيب مال من؟ مال خيط الحفر. احنا نقول هو قطر خارجي بس هو حقيقة مو قطر خارجي، اذا انت تذكر هو دائرتين، يعني القطر الخارجي هو راح يصير قطر داخلي بالنسبة للدرول بايب او الدرول كلار او خيط الحفر كله بشكل عام. زين هسه واضحة الامور لحد اللي هنا؟ طلاب واضحة؟ واضحة. تفضل استاذ. نقدر نقول انه لا يحسب الساعه الداخل ناقص القطر الداخلي بالكيس ناقص القطر الخارجي مال الانابيب، وبالاوبن هول القطر الخارجي للاوبن هول ناقص القطر الخارجي للانابيب بصوره عامه. يعني بس هاي في حال انه القطر الخارجي للانابيب متساوي، اذا كان القطر الخارجي للانابيب مختلف ايش راح تسوي؟ راح تحول تسويها سكشنات، تبدا نسوي هنا مثل ما صار عندك هنا. نعم صح. سكشن 1 ايه سكشن 2. وبعدين احنا هو القانون مالتنا الكاباسيتي، اقفل المايك عزيزي، ايش تقول؟ الكاباسيتي مال كل انبوب قلنا الانترنال دايمتر مقسومه على الكونستانت، طلعت لي الكاباسيتي مال بغض النظر عن الطوله، طلعت لي الكاباسيتي مال الدرول بايب مال السترينج مال كل كومبوننت بالسترينج، لما ابدي اضربها باطوالها راح تطلع لي عدد البراميل المرافقه الموجوده بكل كومبوننت. فهو هذا اللي شرحناه، لكن انتو تثبت لي انه هنا القطر الخارجي للانابيب مو ثابت،
يعني هنا أنا هذا الهيدرول بايب وهذا الهيفي ويت وهذا الهيدرول كلاب، القطر الخارجي ما تمو ثابت. بهاي الكيس يعني هذا الكيس اللي مالتنا انه الهيدرول بايب والهيفي ويت الاقطار الخارجيه مالتهم متساويه، وبالتالي صار عندك يعني على الرغم انه المسمى مال خيط الحفر صار دخل بيه فقرتين اللي هي الهيفي ويت والهيدرول بايب، لكن بقى سكشن واحد. ليش؟ لان القطر الخارجي مال الهيدرول بايب ومال الهيفي ويت متساوي، لكن لما نوصل للدرول كلر صار عندي سكشن جديد. ليش؟ لان القطر الخارجي مال الدرول كلر يختلف عن الكومبوننت اللي قبله. فصارت عندي هاي التقسيمات. اذا بديت انا من الصفر لحد الكيسنج شو 5000، عرفت الطول، وعندي من الكيسنج شو انا اعرف الهول مالتي كلها ايش قد 9000، صحيح ولا لا؟ هو قال لي 9000، 5000 منها مبطنة، إذا الباقي غير مبطنة ايش قد 4000. زين هاي اللي حد اللي هنا أنا 5000، هو منطيني اياها هاي 5000. زين حتى اطلع طول مال هذا السكشن باللون الاصفر راح اقول انه هاي ال 4000 يروح منها ألف طول الهيدرول كلر اللي هو هذا السكشن طوله كله ألف، إيش قد بقى عندي؟ هذا السكشن بقى عندي 3000. إذن هسه صارت الأمور مجرد إنه تطبيق مباشر، أطبق القانون الماتي يقول لي الكونستانت مضروب في الأوتر دايميتر سكوير ناقص الإنر دايميتر سكوير مال كل سكشن، فأبدي أحسب كل سكشن، السكشن الأول والسكشن الثاني والسكشن الثالث. واضح هسه شلون حسبنا هاي الأطوال؟ طلاب واضح شلون حسبنا الأطوال؟ واضح. نعم واضح. أوكي زين. زين يقول لك حتى تشيك إنه السكشنات اللي انت طلع حسبت الاطوال مالتها مضبوطه لازم شنو يعطينك طول الحفره النهائي اللي هو احنا قلنا 5000 هو كيز هول، الكيسن شو مات عند ال 5000 و 3000 اوبن هول السكشن الاول السكشن الثاني والالف السكشن الثالث اللي مثل لي الدرول كلر، مجموعه لازم يطلع لي شنو يمثل لي طول الحفره. اوكي اذا صارت عندي معلومات كل سكشن ثابته عندي، صارت عندي الطول والقطر الداخلي والقطر الخارجي، طول والقطر الداخلي والقطر الخارجي السكشن الثاني، وكذلك الطول والقطر الداخلي والقطر الخارجي. اذا مجرد تطبيق مباشر للفورمولا مالتنا اللي شو تقول القطر الخارجي سكوير ناقص القطر الداخلي سكوير مقسوم على اليمن على 1029.4، هذا طلع لي الكاباسيتي، هاي الكاباسيتي اضربها في اللينث راح يطلع لي مقدار براميل الطين اللي موجوده في الانولار في كل سكشن. واضح لا؟ واضح استاذ. بس العفو تفضل عزيزي استاذ، ليش الاقطار الداخليه تختلف؟ يعني شنو الغايه؟ طبعا انت هاي ان شاء الله راح ناخذها بالبريشر لوسز، انه عندك انت ضغط طين المضخه لما القطر ايش راح يصير عندك؟ يزداد تزداد السرعه لو لا؟ يعني كانما انت صوندك كامش بيدك، العصريات من ترش بالحديقه تزق الحديقه وترش بالباب، فحتى انت زيد السرعه راح تقلل مساحه اوكي حتى تحافظ على شنو سرعة جريان أعلى. أنا الطين من قاعد أضخه من المضخة حتى يوصل من السيرفيس للباتوم ويطلع عن طريق النوزل اللي موجودة بالبيت راح يصير بيه فقدان براشرز نتيجة الاحتكاك، وقوة الاحتكاك يسمونها دراك فورس، تحاول تعيق هاي الحركة. إيش يسوون؟ قطر الأنابيب ما يثبت لك إياها، يسوي لك إياها متدرجة حتى شنو
حتى يحافظ على هاي حالة الحركة، يحافظ على الفيلوسيتي مالته، اوكي؟ وبالتالي تكون اقطار الانابيب مو ثابتة. هاي واحد. الشيء الثاني عندك مثلا الدرول كلار او الهيفي ويت، انه مثلا نشوفه هو نفس الطول مال الدرول بايب، لكن الوزن اللي يسلطه اكثر من اللي وزن اللي يسلطه الدرول بايب. ليش؟ لانه هو اصلا مصمم بهالصيغه هاي، انه الثيكنس مالته او الماتيريال اللي داخله بيه تكون تختلف عن الدرول بايب. ليش؟ حتى يحافظ لي على السترينج مالتي ما يصير فيها باكلينج. والباكلينج هي ظاهره الانبعاج، انه مثلا انت عندك سوري وين المؤشر مالتي؟ انا هذا المؤشر. لما يكون عندك هنا خيط الحفره بالنهايه مالت البيت، وانت قاعد تسلط وزن من الاعلى، اوكي، والبيت قاعد تحفر بالفورميشن، قاعد يصير عليها قوه من الاسفل من الفورميشن، فخيط الحفر حسب الالاستيسيتي اللي موجوده به، يا اما راح يصير بهالاتجاه يطي نفسه او يطي نفسه بهالاتجاه. هاي الظاهره يسمونها انبعاج، بقلق، اوكي. فحتى لا تتولد هاي الظاهره شو يسوون؟ يصممون لك خيط الحفر انه يضيف لك درول كولر حتى يحافظ لك على الفيرتيكاليتي مال البيت مال الخيط الحفر، ويولد لك وزن على البيت. هاي واحد. والشيء الثاني الهيفي ويت ايضا هم يشتغل نفس الغرض، لكن ايضا حتى ما يصير عندك ظاهره البكلينج. وان شاء الله راح تاخذوها بالدريلينج 1 والدريلينج 2 تتوسعون بها. لذلك تكون اقطار الانابيب ثابته، يعني انابيب الحفر كلها تكون اقطارها ثابته، لكن الهيفي ويت والدرول كلر راح تكون الاقطار مالتها متغيره حسب الشركه المصنعه. واضح؟ واضح. شكرا. حياك. طلاب بنات، أريد أسمع واحدة من البنات، الأمور واضحة بالنسبة لكم؟ لا دكتور واضحة. إيه بابا، يعني مو بامتحان الفاينال أو الميدتير ويبدي البشي. هو طبعاً البشي خاص للطرفين، لكن يعني معروف باعتباركم قتلة من الحنان والعاطفة أنتم أسرع بالبشي. البشي لابد منه. ما شاء الله، إحنا بعد ما امتحنين وبدأ البشي. أوكي. فهسا اللي هنا مجرد تطبيق مباشر، فحسبنا الفوليوم اللي موجود عندنا بكل سكشن، طلع عندي اللي موجود بالانالاس ايش قد؟ 1075 بارل بوينت 1. ما ادري يمكن انا ذاكر هذا هاي الملاحظه لكم، لا خلال امتحان يعني من هذا الكورس درسته بال 2017 دورة تخرجت، يعني هسه واحد من الطلاب مطلع لي كمية الطين بهاي الطريقة اللي احنا حسبناها هسه داخل انابيب الحفر وداخل الحفرة، يعني بالانولاس مطلع لي كمية الطين 8 مليون متر مكعب، العفو 8 مليون بارل. قاعد يعني قاعد يشوف هول الرقم 8 مليون بارل، يعني كأنما انت قاعد تحفر بشط البصرة، شط العرب كله قاعد تستخدمه، المي اللي موجود بشط العرب حتى بس انه شنو يصير عندك كنترول على الفورميشن. فاللي اريد اوصله لك انه لما انت بدي تحسب منطقية الارقام اللي تطلع لك، يعني ماكو احنا عندنا مثلا نحفر بير ب 5000 او 6000 بارل، ماكو شيء فقرة، يعني لا شنو السيستم اللي موجود عندك اصلا، يعني فكر بين هالجانب هذا. وبعدين الاعماق اللي انا دا احفرها، أنا يعني دابدي بعمق بحفرة 30 إنش، أوكي، وقاعد تنتهي بستة إنش أو سبعة إنش، معقول أنا دا أستخدم مثلاً 8 مليون بارل؟ والعينتين مخلي الإجابة ومطمئن إنه الإجابة ما تصحيحة. فاللي أريد أكد عليه إنه أتأكد من الأرقام اللي أنت تطلع عندك، يعني خلي تكون أرقام منطقية. واضح؟ اوكي. هذه كلام اللي انه البروسيجر اللي انت تستخدمه في حل مثل هيك اسئله، درو دايجرام وبعدين تحسب الدرول سترينج لينث وبعدين تحسب الانولار سكشن، تبدا تقسم الانولار سكشن وبعدين تحسب الدرول سترينج كاباسيتي والفوليوم
مال الانالوج فوليوم. انا اذا حسبت الكاباسيتي مال الدرل سترينج مجرد اضربها في الاطوال المرافقه لها راح احصل على عدد براميل الطين اللي موجوده بكل سكشن، وبالتالي كميه الطين النهائيه راح تكون المجموع الكلي لكل هاي السكشنز. مثال هذا تطبيق مباشر، تطبيق مباشر، تطبيق مباشر، اكسرسايز. كيف قبل لا بحد اللي هنا الامور طيبه ان شاء الله سر. نعم سر. نعم سر. جي جي جي. هنا ريفيو سريع للسيركوليتنج سيستم اللي انتم يعني المفروض انه اخذتوه ويا استاذ ماجد. ف السيركوليتنج سيستم بشكل عام اللي هو نظام التدوير الطين الحفر يتكون من اهم شيء من الداينامو مالتنا، القلب النابض لطين للبير هو المود بوب. اوكي، فاذا العفو طبعا هذا المود بوب اكو يا ملحقات ثانيه. عندي المود بيت اللي حفر الطين الحفر او بعض الاحيان يسمونه الجفره. اوكي، اللي هي عباره عن حوض كبير نواتج عمليه الحفر هي الكاتنج اللي طالعه من من الشكرات الهزازات، يتم يعني يسوي لها جيتنج بيها او ان الطين القديم يصرفوه لهذه الحفره ويستخدمون طين جديد. اوكي، عندك السيرفيس لاين انه الانابيب هذا ماتي من المضخه لحد ما يوصل للسترينج، هذا كل هذه المنظومه مال الانابيب يسمونها السيرفيس لاين. العفو، عندك الدرول سترينج ايضا تعتبر من ضمن السيركليتنج سيستم لان الطين قاعد ينزل بيها، ينزل الان يطلع من البيت ويرجع للانولاس، الانولاس يرجع بهالاتجاه عن طريق الريكير لاين. اوكي، طبعا هنا أنا المد كليننج ايش يتضمن؟ يتضمن عندي الشيكرات، يتضمن عندي الديساندر، يتضمن عندي السنتر فيوجل. هذا كله شنو؟ كل واحده منها، كل واحده من هاي التولات او من هاي الادوات اللي موجوده بالمد كليننج تطلع لي حجم معين من الكاتنج القطر مالته الخارجي. اوكي، ويضمن ايضا الانولاس والريتين فلو لاين والمد كليننج اللي هي تضمن الشيكرات والديساندر والديجازر والسنترفيوجل. هذا بشكل عام هو يمثل لي السيركوليتنج سيستماتي. زين، طبعا البوم مالتنا مثل ما تلاحظ هنا، شوف هذا العينتين اللي واقف هنا بصف البوم. البوم عباره عن غرفه حجمها كبير جدا، يعني كل كرك تقريبا بي بومبين او ثلاثه، انا ما شفت اثنين، اغلب الرقات اللي اشوفها دائما بيهم 3 بومبس مرتبطه على تكون على التوالي مرتبطه بالانبوب. عاده تشتغل مضخه واحده ويحاولون او ان تشتغل مضختين في نفس الوقت. هاي المضخات تشبيهها تتكون من عندنا نوعين منها يسمونها الدوبلكس والتربلكس. انه الدوبلكس والتربلكس انه تتكون من تشوف هنا هذا بيستم، هذا بيستم ثاني، هذا بيستم ثالث. اذا بيها ثلاث بساتم اللي هي 1 2 3، الحركه مالتها تردديه ذهاب واياب. هذا من هنا من هالاتجاه صار عندك العفو. من الجهه الثانيه اكو سكشن لاين، وهنا شنو جهه الدفع، يعني من تتحرك هذا اللي هنا يجي عندك المود اللي هنا وبعدين يندفع بهالاتجاه هذا. اكو مثل الفالف هنا ينفتح السكشن لاين والدليفري لاين، خط الشفط وخط الدفع. زين، اللي يهمني انه بالمضخه تنحسب الاوتبوت مالتها ستروك بير مينيت، كم ضربه بالدقيقه، ضربه بالدقيقه. فلذلك يقول لك مثلا احنا مشغلين المضخه 60 ستروك بير مينيت راح تعطيني فلوريت معين، اذا قلت 50 SPM
اوكي راح تعطيني فلوريت مختلف عن اللي قبله. اذا كل ما ازيد عدد الستروكس الفلوريت راح يزداد، وكل ما اقلله الفلوريت والبرجر ايضا راح يقل. شنو اللي يهمني بيها؟ اكو مصطلح يسمونه اللاينرز. اللاينر هو شنو؟ بما ان هذا المضخات مضخه تشوف حجمها كلش كبير، فاللاينر هو اللي مرتبط بجهه الدفع. هذا اللاينر مرات يكبروه ومرات يزغروه، يعني هذا فاريبل انه انت تقدر تتحكم به بناء على شنو؟ بناء على الويل بروفايل اللي انت تريد تحفره. اذا انا اريد اروح مثلا على سبيل المثال الحفر مالتي المجر ديب 5000 و 5500 راح يكبرون هذا اللاينر، او اذا كان عندي شالو اللي هو مثلا 2.5 3 3 وربع الام دي راح يزغرون اللاينر. فاللاينر هو في الشيء قابل للتغيير اللي يمثل لي هذا قطر يمثل لي قطر هذا البكان اللي يشتغل به البيستم. اوكي فشو يقول لك؟ The cylindrical on a mud pump are changeable in the field and can be in different diameter to give different output. هاي واحد من الحسنات اللي احنا نستخدمها من اللاينر، انه اللاينر هذا يكون قابل للتغيير، حتى شنو لما نتغير اذا حفره العفو اسطوانه الشفط لما يكون الدايمتر مالته متغير اذا الاوتبوت مالته راح يكون متغير بناء قلنا شنو على الوول بروفايل اللي انا دا احفره، اذا كان هو ديب ولا شلو. واضح كلاب؟ نعم استاذ واضح. بس استاذ سؤال استاذ تفضل استاذ، هذا البستون استاذ مرات يخلون ثلاثة ومرات يخلون اثنين بالبامب، تعتمد. الدوبلوكس هذا اللي هو ابو الاثنين تقريبا، يعني هذا تقدر تقول اولد ستايل راح، يعني الرقات القديمة يمكن شركة الحفر العراقية بالرقات الرومانية احتمال تلقى لك انه مثلا عندنا رقين رومانيات قديمة شركة رومانية قفصت على الحكومة العراقية حفرة الهبير واخذوا الضمان وفلتوا فعافوا الرقات مالتهم، وبالتالي قضايا دولية وكذا وكذا والشركة انحلت واخذوا هبروا لهم هبرة كبيرة وقتل الرقات مالتهم. اتصور هاي الرقات اللي موجود بها هي دوبلكس تو بيست. اوكي لكن الحديث اللي موجود هسه لعم الاغلب خلينا نقول 99% 0.99 هو كله تربلكس، هو يعني ليش؟ لان الكفاءة اعلى، وبالإضافة لأنه الكفاءة وأنه قابلية أنه أقدر أتغير أتحكم بالأوتبوت مال اللاينرز اللي موجود عندي، وأقدر أحفر أنه ديب ويلز بالتروبلوكس بامز أفضل مما أقدر أحسبها ب أوكي. لان احنا قلنا اللاينر هو عباره عن سلندر اللي يتحرك به شنو البستن مال المضخه، اذا السعه مالته الكاباسيتي مالته البارل بير فوت ايش راح يكون؟ القطر الداخلي مقسوم على الكونستانت. زين طبعا هو مطيني هذا الطول مالته انه الحسابات هنا ايش يقول لك؟ يقول لك فور ا بامب 12 انش ستروك. الستروك هنا يقصد بها الضربة المسافة اللي يتحركها البستم، يعني إذا فرضناها بهالشكل هذا نهاية اللاينر وهذا البداية مالتي، وقلنا هنا هذا البستم مالتي مرتبط هنا وراح يتحرك من هالنقطة إلى أن يوصل هنا. أوكي هاي المسافة من هنا لهنا يسموها الستروك، مقدار الضربة إيش قد يبتعد ويوصل نهاية السلندر ويرجع، هاي يسموها الستروك. ليش تمثل لي؟ تمثل لي طول اللاينر. multiple for liner for second inch liner the output will be
اوكي هنا انا ثبت لك قانون ايش قايل لك بالنسبه للبامب اللي اللاينر مالتها الستروك ايش قد 12 انش يعني هاي حركه البست مالتها 12 انش فاحنا ايش قلنا حتى نطلع الكاباسيتي قلنا الانترنال دايمتر ديفايدد باي شنو الكونستانت طلعت لي زين احنا نعرف انه الوان سلندر وذ 12 انش 1 فوت ستروك احنا مو بدنا نحسب اير فوت 1 فوت شي قد يساوي لي 12 انش واحد قدم يساوي له 12 انش اوكي اذا حتى احولها بارول اير فوت ضربتها في الستروك طول الستروك ما تشقد 12 انش اللي هو شقد 1 فوت زين بما انه انا عندي المضخه مات قلنا تريبلكس لو ذيك الثانيه شو يسمونها دوبلكس والتريبلكس المضخه الثلاثيه والمضخه الثنائيه انا هسه انا حسبت هسه اللي هنا انا حسبت الكباسيتي مالتي مال سلندر واحد بما انه المضخه مالتي تتكون من ثلاثه سلندر ايش راح اسوي؟ راح اضربها في ثلاثه طلع عندي شنو؟ طلع عندي هذا اللاينر مالتي الكاباسيتي بارول بير ستروك او بارول بير فوت لانه قلنا واحد فوت يساوي ايش قد 12 انش زين اذا اني قايل القطر الداخلي مالتي اللاينر الاوتبوت اذا كان القطر مالته 7 انش ايش راح اسوي هاي 7 انش الدايمتر سكوير الانترنال راح اضربها في هذا المقدار اللي انا طلعته من هنا الكونستانت راح احسبها راح احسب لا يعني نفس الكلام اللي اخذناه سابقا مجرد انه شنو صار عندي بدال البارل بير فوت صار عندي بارل بير ستروك هنا بس اريدك تنتبه انه انا دائما بالنسبه للبامب تاخذ الى 4 ديسمال بليسز واضح طلاب تاخذ الى 4 فواصل عشريه يعني مجرد تطبيق مباشر ما بها اي كلام سايز فورمولا مثل اوكي بس حتى اشرح لك هذا البام ستروكس حتى انه طلع عدد الضربات انه تشغل المضخه انا حسبت طلاب وياي بس حتى اشرح لك البام ستروك انا استاذ وياك جيد انا حسبت الفوليوم مالتي بالطرق السابقه اللي انا حسبتها اللي قسمت السكشنز والماد داخل الانابيب الحفر وهذا السكشن اول وسكشن ثالث وسكشن ثالث وحسبت داخل الانابيب وحسبت بالانالوج طلع عندي كميه الطين على سبيل المثال 400 اوكي 400 شنو بارل بي بي ال زين هاي ال 400 اذا اقسمها على الاوتبوت مال المضخه على سبيل المثال انه بارل للستروك الواحد الطريقه السابقه اللي حسبناها شلون انه احسب مقدار كل ضربه كل حركه بيستم ذهاب واياب ايش قد تدفع لي ايش قد تدفع لطين ايش قد نسبتها من البارل اوكي فاذا قسمت هذا الحجم الكلي مال الطين على عدد الاوت او الاوتبوت مال المضخه اللي هو يمثل لي بارل بير ستروك البارل وين البارل راح يروح راح اعرف عدد الضربات اللي تشتغلها المضخه بحيث انه تضخ لي 400 بارل على سبيل المثال انا عندي الاكتف تانك عندي 500 اوكي 600 بارل زين والاوتبوت مالتي الاوتبوت مالتي مال المضخه مالتي اللي هو البي بي ال بير ستروك يساوي لنا 20 فحتى احسب عدد الضربات حتى احسب عدد الستروكس
اللي تتحرك بيها البام حتى تضخ لي هذا العدد اللي هو 600، ايش راح اقول 600 على 20 راح يطلع لي 30 ستروك. نقول 600 على 20 هاي بيها 30. في شي حاله ايش راح اقول اصل بالحفار شغل لي المضخه التوتال ستروكس مالته 30، ايش راح يسوي؟ طبعا الحفار عنده شنو؟ عنده الستروكس كاونتر، عنده جهاز يحسب لي عدد الستروكات، كل حركه بيستن ذهاب واياب يحسبها واحد، فيبدا يحسب. طبعا مو هو يحسب بيده، لا السنسر قاعد يحسب له، بس هو يباوع بعينه. لما يوصل عدد الستروكس 30 معناته انه شنو؟ ضخ كل الطين اللي موجود عنده، وبالتالي راح يبدا يطفي البمب او انه يبدا سيركل. اوكي، هذه واحده من الامور اللي انه شنو فائده البامب ستروكس، بيش استخدمها؟ يستخدمها انه يحسب عدد الضربات اللي يشغل بها البامب حتى يضخ الطين الحفر مالته اللي هو موجود. او انه على سبيل المثال انه انا عندي طين قديم مقداره 200، اوكي، حتى اطلع من الحفره واضخ طين جديد، شو اسوي؟ اقول هذا ال 200 الطين القديم اللي هو 200 بارل اقسم على الاوتبوت مالتي مال المضخه اللي هي جد ان احنا 20، ف 200 على 20 ايش قد يطلع لي؟ يطلع لي 10 ستروكس. اذا انا اشغل المضخه مالتي واحسب 10 ستروكس مالتها لحد ما توصل 10، اضمن انه انا شنو سويت تدوير لهذا الطين، طلعته من الحفره والحفره مالتي جاهزه انه شنو اضخ الطين الجديد. واضح طلاب؟ نعم استاذ واضح. واضح استاذ. يا الله جيد. قلت تعبتوا. اوكي طلاب. هاي محاضرة اليوم، ما اريد اكثر عليكم بعد. هو اوريدي يعني احنا تقريبا 11:30. عندي مجموعة رتوش اكملها على المحاضرة واحمل لكم اياها ان شاء الله اليوم بالليل تكون جاهزة. فاذا ما عندكم سؤال استفسار تقدرون، بس قبل لا تغادرون لحظة بس اتشيك شغلة. اوكي استاذ، محاضرتنا الجاية باشر يعني؟ لا لا هسه اليوم عندكم محاضرة ويا استاذ نوفل، وما عندكم محاضرة؟ لا لا استاذ ما عندنا، بس ويا اجيك. ما اعرف انا يعني انا تعدت على اساس انه اليوم عندكم محاضرة هم يعني بعدي. لا استاذ ما عندنا اي محاضرة، استاذ نوفل اخذنا الخميس الفات. جيد الامور طيبة بالنسبة لكم يعني، هسه تروح تغسل وتستعد للغدا ان شاء الله. اوكي طلاب، تقدرون تغادرون هسه. اي سؤال اي استفسار قبل لا تغادرون؟ استاذ ممكن سؤال؟ شلون عيني؟ مهند معروف استاذ المحاضره السابقه بالنسبه قلت لك الجدول مال النمبر القيم ما شفت انت كم يعني بالمحاضره. اي بس تعتمد على ال 2100 وال 3000. الجدول الثاني هسه راح اغيره، زين ذكرتني هسه راح اغيره. اوكي استاذ شلون جديد؟ حياك الله. بعد طالب منه عنده ثاني؟ طالب منه عنده ثاني؟ انا استاذ. قول مسلم. استاذ الرق مالت الحفر استاذ ليش يصير بمضخات هواي؟ استاذ ما يخلي مضخة واحدة. مو مضخات هواي، لا اقفل واسمع مني. عادة يا اما اثنين يا اما ثلاثة. ليش؟ هذا جسم ميكانيكي يتحرك، فانت تتوقع الاجزاء الميكانيكية تتعرض للتلف، فانت خومات مثل، وهذا تصير بالرقات العراقية مثلا يشغل لك الرق عنده هو، انت تباوع بعينك تشوف مثلا مضختين موجودة على ارض الواقع، لكن واحدة عطلانة بحتاجة سبير بارت والثانية شغالة، فأي مشكلة تصير بالبام راح يصير عندك شنو توقف كل عمليات الحفر لحد ينتظرون لحد ما انه تصلح المضخة، ويا ما صارت. لذلك يخلون لك شلون مضخات، شلون يعني المولدات اللي موجوده بالبردك، كل رق يحتوي على اربع مولدات، يسوي لك سينكرونايزيشن بيناتهن انه بحيث انه مو كلهم يشتغلن سوا،
اي مضخ اي اي مولد يصير بها مشكله يحول على العفو على المولد اللي بصفه. ونفس الشيء بالنسبه للباب او انه بعض الاحيان خصوصا من يعني يحفر ديب ويلز يشغل لك مضختين واحده ب 30 والثانيه ب 40 او 40 او 25 ب 25 حتى انه شنو حتى يحافظ لك على اوتوبوت اللي هو يريده للوال بروفايل. فلازم تكون اكثر من مضخه موجوده يا اما اسباب تقنيه شغله المينتنس وحده ستاند باي يا اما الثانيه انه مثلا خاصه بالوال بروفايل اللي دا احفره انا سواء كان ديب ولا شلو. وكل الرجات الاعم الاغلب اقل شيء بها اثنين وكل الرجات اللي انا شفتها واشتغلت فيها يعني تقريبا كان بها ثلاث مضخات واحده شغاله واثنين ستاند باي صارت بيها مشكله انكسر اللاينر الشفت ينعكس مرات من يضيفون مواد لطين الحفر هاي المواد يصير هاي فيسكوسيتي السكرين ين السكرين يعني المشبك اللي بالحجره مال السكشن يصير عليه يجمع المواد وبالتالي ما تحس الا شروب صارت عندك مشكله بالمضخه الطين. فهم يوقفون عمليات الحفر لحد ما يسوون المينتنس لا يحول على المضخه الثانيه الجديده اللي هي ستاند باي ويبدون جماعه الرك يصلحون هاي المضخه. فلازم تكون عندك اكثر من مضخه بالرك مينيمم اثنين ماكسيموم ثلاثه اربعه ما شفت بصراحه. واضح واضح شكرا استاذ. انا شفت لنا شفتهم ثلاثه فبواتلين شفتهم هواي. لا لا ثلاثة هي شيء طبيعي هذا وخصوصا الرجات العراقية يعني شركة الحفر العراقية دروميك يعني انتاجها كلها 2009-2010 وبالتالي كلها تكون بها ثلاث مضخات. بعض طلابنا استاذ تفضل محمد. استاذ انا منضم من الحساب الشخصي لان استخدمت الحساب الجامعي استاذ فصل النت وبعدين حاولت ادخل من جديد بس حضرتك رفضتني. استاذ اذا ممكن ما سجن غياب. لا عادي غياب مثل الورد حبيبي دلل. مساء شكرا. بنات يا ما رايت لا بابا انت ويانا علينا شو مالي الصوت وياكم انا جيد. شلون الامور طيبه يمك؟ الحمد لله تمام. جيد اوكي طلاب تقدرون تقدرون هسه اخذوا راحتكم ونلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم على نفس الموعد في امان الله.